والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هذه بيحتاجوها الآن الدعاء أو المسلمين اللي بدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لما أجي أقول طلبنا منه يدفع 1000 دولار فاستكثرها، شو يعني استكثرها؟ شو استكثرها؟ يعني عدها كثيرة، استعظمها كثير. إذن استكثر وقلت استكثر، إذن إيش معنى تستكثر؟ يعني تعده كثير. نوضح، يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا. إيش بمنه يعني؟ دائما أنت لما تذكر، افرض أنت إنك أنت منعم وهو منعم عليه من قبلك، لما تذكره تظلك تذكر فيه بالنعمة. لا صاحي لما شو وين شو صار في اللي أكلتوهن اللي هديناكم إياهن، وإن شاء الله يعني زكاة، تفاصيل أساليب كثيرة من التذكير بالنعمة. هذا شو بيسموه؟ من. وغالبا الكرامة على فكرة، الكريم بنسى انه قدم ولا بذكره، بنسى الكريم، بنسى بذكرش. اذا لما المنعم يذكر بالنعمة دائما بهذا شو بسموها؟ من. غالبا الواحد بمن لما بيشعر انه اعطى كثير، اما اذا اعطى قليل بمن يعني واحد يعني حامل له 2-3 تين والتقيت انت وياه واعطاك هالحبة بس هالحبة وتحدثت وراح، يعني بعد سنة بقول لك كيف هالحبة. هو الواحد بذكر بالقليل، يعني المنعم بمن بالقليل. لا هو غالبا لما يكون بنظره هو انه ما قدموا ايش كثير، ما قدموا كثير تلقيه بمن، وكأنه هيك من الناحية النفسية أنا قدمت كثير، بلكي ناسين الجماعة إني قدمت كثير، لأنه هو بيحب يكون يظل في الصورة إنه هو قدمها، لأنه ممكن ينسوا الجماعة إنه هو قدم مقدم كثير. إذا نسيوا حبة التين مش قضية، نسيوا إنه ماشي، لكن وين الواحد بيصير بده يمن، أو دوافعه اذا ما كانش هو يعني كريم وشهم والاخري، هيك ضعفه الداخلي انه بده يذكر الناس مشان تظل حاضرة في ذهنهم نعمه، بيبدأ يمن. طيب لانه استكثر. اما لو استقلها فتصوروا انتو الان الرسول صلى الله عليه وسلم الان بده يقوم يدعو ويصبر ويصابر ويلاقي ما يلاقي ويهاجر الى اخره، بيبذل وفي الاخير بنقذ مين؟ العرب مثلا في الجزيرة العربية واهل مكة والى اخره. طيب شو النصيحة بتقول له؟ تستكثرش اي عمل قمت فيه تجاه الناس وتمن عليهم، وبالتالي صاحب اللحظة صاحب الرسالة واللي عنده أهداف سامية شو ما قدم للبشر، لحظة شو ما قدم للبشر شو ما عانى ما يحكيش ولا تمنن تستكثر. تمنش لأنك بتستكثر الإشي اللي قدمته. ولذلك في بعض الناس كنت تلقيه عمل من أجل الوطن، من أجل الوطن، في منهم بتلقيه عمل الكثير الكثير وساكت ولا بذكرك بأنه هو عمل من أجل الوطن، وفي كأنه أكل له كفين من اليهود بقى مارك يعني، وأكل له كفين من اليهود بظل يذكر الناس فيهن. شفتوا لما اليهود مرة وقفونا ساعتين، فهمتوا؟ خصوصا أصحاب المبادئ ولاحظوها، والناس اللي عندهم رسالة للبشر شو ما يقدموا ما بصير انه
يمن. وتصور رسول بده يمن على الناس، وإن كان قد يستشكل بعض الناس أحيانا ممكن يصير في نوع من المن إذا استدعت الحاجة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بتذكروا، وإن كان واضح أنه ما كانش المقصود فيها المن إطلاقا، أنه لما بدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فصاروا الأنصار إيش شعروا في داخلهم، إيش شعروا في داخلهم أنه شو الرسول كأنه نسينا وإحنا اللي قدمنا وإحنا اللي وإحنا إحنا جمعهم لحالهم وخطب فيهم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، هو مش قصده من إذن، والآن بدي أعطيهم درس. تجدوش تقريبا مثل هذه الحادثة كثير في حياة الرسول. طيب ومع ذلك لاحظوا بدي تلاحظوا تمام هون في الوقت اللي اقتضى الأمر أن يجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم درس، كنت ضلال وهداكم الله بي، حصل ولا ما حصل؟ قالوا حصل. طيب كنت فقراء وأغناكم الله فيه أم بلى؟ بعد ما خلص من هذا الكلام عارف شو قال لهم؟ عارف شو قال لهم؟ قال لهم ردوا علي، ردوا علي قولوا لي من تجيتنا مشرد وإحنا اللي آويناك أنت كذا. انتبهتوا كيف؟ إذا الرسول في معرض المن، هو بعد ما ذكرهم مشان يأخذ الدرس قال لهم برضو أنتم بتقدروا تردوا علي، أنتم بتقدروا تردوا علي وتقولوا لي من تجيتنا مهاجر وآويناك، إذا قرايبك طردوك وإحنا وانت كنت واحنا بامكانكم تقولوا كمان. طبعا تاثرت فيهم هذه هذه اذا ما دخلتش في باب المن واضح. ويبدو انه المن على فكره بقلب الامور. انت اترك، انت من اجل مين بتشتغل؟ انت مع مين بتشتغل؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ولذلك قضيه انه الشمال بتعلمش ما تنفق اليمين، شو المقصود؟ هو صح في احيانا اظهار عمل الخير مطلوب وابطانه مطلوب، لكن هون احنا موضوعنا مش هيك، موضوعنا المن. ولانه الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاء عبر التاريخ كله تاريخ البشرية لازم تكون هذه نصيحة مهمة، ويبدو لها دور كبير في التأثير سلبا أو إيجابا. إنه أنت تمنع الناس في إيش؟ أنت ليش عملت من أجل الناس؟ لذلك الآية اللي بعدها شو إيش الآية اللي بعدها؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المصابرة من أجل مين؟ المصابرة من أجل مين؟ من أجل الرب. خلاص ما دام المصابرة من أجل الرب، شو ما قدمت من تضحيات وإلى آخره ما تمنش فيها، لأنك أنت بدك تطلب من مين؟ ثم اللي أقدرك على هذا مين؟ ثم اللي فتح لك الأبواب مين؟ ثم اللي أنزل لك الرسالة مين؟ ثم مش هيك؟ واللي هداك مين؟ اللي هداك مين؟ أنت بتمن على الناس؟ طب اللي هداك مين؟